واش السيد احمد من الداخله، رئيس اتحاد رائدات الجنوب من الداخله. احنا نساء معادلات والتعاونيات ودائره هذا الاتحاد من اجل باش نعرفوا بالمنتوج ديالنا. منتوجنا هو كسكس الخماسي في 6 تعاونيات الحمد لله. النساء يتكون من 45 منخرطه في هذه التعاونيات، مجموعه من ارامل مطلقات الحمد لله. من ساعه عدلوا هذا المنتوج عادوا الحمد لله، حتى هما تحسنوا من وضعيتهم شوي، عادوا الحمد لله متمشيات الحمد لله. وهذا هو منتوجنا الجايبات كسكس الخماسي. نعت لكم انواع كسكس اللي جايبه منتوجاتنا الجايبين، وهذه كل تعاونيه له نعت لكم اسمها ونقولها لكم. هذه تعاونيه واد الذهب، وهذا اتحاد، هذا امبلاج اتحاد. هذه تعاونيه خاصه وحدها، ولكن في نفس الوقت منخرطه في هذا الاتحاد، نفس المنتوج، ولكن منتوج اتحاد وحده ينخدم مشترك. اسم كوثر النوحي، جينا تنمثلوا من الاقليم ديال سطات، لان عندنا التعاونيه في سطات. جينا لهذا المعرض هذا، كان نعرضوا السلعه ديالتنا اللي هي العسل. احنا مربي النحل منتجي العسل، تنجيبوا السلعه ديالنا هي العسل والمشتقات ديالو، لا بروبوليس، لا بولين، لا جولي رويال، وتنجيو تنتعرفوا على مناطق اخرى وعلى جهات اخرى على ناس جداد. كل مره تنتعرفوا، كل سنه تنجيو تنتعرفوا على ناس جداد، وتنديروا الاشاره للمحلات التجاريه ديالنا. عندنا محلات في سطات وفي بني ملال وفي كازا. سميتي سعديه، جاي من ايتبا، الشوكة ايتبا، ايت وادريم، وعندنا التعاونيه ديالتي زدويت، وجاي المعرض الفلاحي. هذه راه تقريبا 7 سنين وحنا كنجيو للمعرض، وعندنا العسل، عندنا املو. المهم نعطيك العسل اللي عندنا، ونعطيك عندنا الكاليبتوس، وعندنا الزقوم والليمون، وعندنا العسل ديال الازهار والاعشاب، وعندنا حبوب اللقاح، وعندنا ملكه النحل، وعندنا العشوب، وعندنا عسل الزعتره والدغموس.